اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه، واللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. موضوعنا الاول في فقره فيس تو فيس هو حديث الساعه، دائما ما يتكرر. لازلنا في فصل الشتاء، ولكن الانهر بدات تجف. الانهر خاصة نهر دجلة، من تشوف النهر من اي محافظة من اي مكان راح تلقي منسوب المياه نازل الى درجة كبيرة جدا، بل وصل في احدى المحافظات في ميسان بالصورة اللي ظاهرة امامكم الى هذا الحد، لدرجة انه الناس تعبر النهر مشي مثل ما تشوفون بالصورة، يلعبون كرة قدم، يلعبون رياضة بالنهر. وين؟ بنهر دجلة، من أي مكان في محافظة ميسان. دائما ما يتكرر الموضوع ونقول احنا يجب انه نبني سدود، لازم انه احنا نسوي فد شيء معين ما نخلي المي يروح للخليج وبعدها ينخبط بالمي المالح. مثلا محطة تحلية ممكن ننصب احنا في البصرة قريب على الخليج، ممكن نستفاد منها هواي امور، لانه تركيا لا زالت تقطع المياه عن العراقيين. تركيا اللي العراق من اوائل البلدان اللي وقف وساند هذا البلد من صار ومن حدث به زلزال كبير مدمر. العراق فتح جسر جوي وبري ما بين العراق وتركيا، من تقديم المساعدات، من تقديم المواد الأولية، الطعام، كل الأمور. زين، أنا أعتقد أنه هذا الموضوع ما يوقف بعينهم، لأنه مبين، لأنه النهر لحد الآن السدود اللي مبنية على النهر تمنع تدفق المياه. زين، وأيضا أكو صور أخرى من البصرة، حتى من الجسر الإيطالي من شط العرب، أيضا المي منسوب المي نازل إلى درجة مؤسفة جدا. هذا الموضوع اللي احنا راح نتحدث به هو موضوع الساعة، ويجب على الدولة ان تتخذ قرار، بل قرار حاسم وفوري. لان احنا من نشوف هيك شغلات الشعب العراقي يقهر. راح اشوفكم صور، بعد الصور ايضا راح اشوفكم فيديو لمنسوب المياه. خلينا نشوف هذه الصورة مثلا. يقول لك نهر دجلة في ميسان يتعرض لحالة جفاف مرعبة لم يشهدها سابقا، أدت إلى قيام مواطنين بعبور النهر سيرا على الأقدام. مثلا هذه الصورة اللي أمامكم نازلين بالنهر. عندك أيضا صورة أخرى مثل ما تشوفون جاي يلعبون كرة قدم، يمارسون حياتهم يلعبون كرة قدم قرب على هذا الجسر، أعتقد هو جسر شهير في مدينة ميسان، في محافظة ميسان في مدينة العمارة. هذه الصور، وأيضا انتشر فيديو أيضا في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف الفيديو اللي بمنسوب المياه. يعني ما أعرف، الفيديو هذا مؤلم جدا، مؤلم لدرجة مثل ما وصفها البعض مرعبة. زين، خلينا نشوف الفيديو أيضا ونتابع التفاصيل وياكم. في محافظة ميسان هذا المي مادة، شوفوه مي ساير أخضر، وهذا يابس، هذا يابس المي، ذاك هو الشط. ويجي واحد يقول له يقول لك ماكو مي، وتركيا فتحت السدود. عمل تركيا لا فتحت السدود ولا شو اسمه، مجرد اعلام. وهذا الشط، هذا الشط مال مركز محافظه ميسان، ويغذي به الاقضيه والنواحي. زين، هو بالمركز هيك، من يروح للاقضيه والنواحي شو يصير؟ ومالح، حتى ما ينغسل به، مالح لشده الملوحه البيه. زين، ومن يصير التعليقات حتى يغزل، التعليقات اللي بعض الاخوان يكتب
هذا على مود يغزه هو يا يغزه بيشوف المي يشوف السار. ما هو طبعا يصير مالح اذا هو المي قليل وراكد ايضا زين ماكو ماكو مياه تكفي على مود النهر يجري ماكو جريان فبالتالي هذا الفيديو ايضا هذه الصور يعني انا اتمنى واحد يقول لي هسه هاي الصور قديمه اتمنى واحد يقول لي هذا هاي مفبركه يعني فتشي مؤسف جدا اللي جاي نشوفه على مود نفتهم تفاصيل هذا الموضوع اكثر وعلى مود نعرف شنو السبب اللي ادى الى وصول هذا المنسوب الى النزول الى ادنى مستويات خلينا ناخذ الدكتور خالد شمال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية اهلا وسهلا بك دكتور ضيف على قناة الايام الفضائية السلام عليكم عزيز تحياتي لحضرتك مشاهدين الكرام دكتور بالبداية حدثني عن هذه الصور وهاي الفيديوهات اتمنى تكون شفتها وطلعت عليها وارد اعرف من خلالك السبب حتى يعرفون الساده المشاهدين يعني اكيد الوزاره يعني من امس صدرت بيان حول هذا الموضوع و يعني اعدت هذه الاسباب الى ثلاثه عوامل اساسيه العامل الاول هو انه يعني الايرادات المائيه لسبب الاعراق من دول الجوار المائي من تركيا ومن ايران وحتى من سوريا متدنيه جدا لا تكاد تحقق 30% من استحقاقاتنا الطبيعيه او استحقاقاتنا العادله ثانيا يعني موضوع الاحتباس الحراري وقله التصفيه المطري في العراق وفي دول المنبع وثلاثه موضوع التجاوزات اللي تصير على الحصه المائيه لكل محافظه تجاوز على المحافظه اللي تليها الوزاره اتخذت اجراءات عاجله وبدات تعزز التصاريف منها بالجهه لرفع المنسوب من سد داركان وسد دارمسخان بالاضافه الى سد الموصل شوف سد الموصل بنطلق منه 400 متر مكعب بالثانيه في حين اللي يردنا 186 يعني متر مكعب بالثانيه فضغط على الخزين لا تنسى سنوات الثلاث المضت هي سنه جافه وبالتالي الوزاره كانت مضطره الى الاعتماد اعتماد تام على الخزين الاستراتيجي للدوله وبالتالي قفوا حظ الخزين على المحل. زين نعم. دكتور هسه انت انطيتني عدد من الاسباب اولها قلت انه يوصلنا مي قليل من الدول المجاورة وتركيا خير مثال اللي هي تركيا بنت كثير من السدود على نهر دجلة السبب الثاني قلت لي انه المحافظات تتجاوز على المحافظة مثلا تتجاوز على النسبة للمحافظة اللي بعدها فاستر لي هذا الموضوع شلون تتجاوز هذه المحافظة ماكو ضوابط ماكو امور انتم محدديها لكل محافظة وشلون المحافظة تتجاوز على منسوب المياه اللي رايح الى المحافظه اللي بعدها. هذا السبب الثاني هو قله الامطار وهذه التفاصيل، السبب الثالث هذا التجاوزات، طبعا تصير تجاوزات تاخذ عروض مايه بدون جحار، تجاوزات على 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 مجرى النهر، تجاوزات بنصب مضخات يعني بدون اجازه وبدون موافقه، بناء احواض اسماك والتجاوز على المياه واستغلال هذه المياه، تجاوزات كثيره ومؤشر الوزاره اتخذ اجراءات يعني مساله القوات الامنيه وقوات الولايات المتحده السعوديه واخذنا اجراءات ضدهم لكن تدري هذه يعني تحتاج الى 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 الى, إلى وقت تراكمات من التجاوزات. زين لكن الاصل هو قله الايرادات المائيه من تركيا. زين ماكو فد شيء معين صار بيناتكم بالوزاره وزير الموارد المائيه ما تحدث مع رئيس الوزراء بخصوص انه يتكلم مع الجانب التركي بعلاقات امور سياسيه بيناتهم اتصال هاتفي روحه جايه ماكو هاي الامور ما اتفقتوا ما 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 كان من المؤمل انه وفد كان من المؤمل وفد رفيع المستوى يزور تركيا لكن هذا الزلزال اللي صار اجل هذه الزياره دوله رئيس الوزراء اوعز لكل الوزارات والقطاعات المعنيه بالتعامل مع ملف المياه كاولويه قصوى اعتقد الايام القريبه القادمه راح يكون هناك وفد رفيع المستوى لزياره تركيا في الاسبوع الماضي كان معالي وزير الموارد المائيه بالجمهوريه الاسلاميه وتباحث مع الجهه الايرانيه ضمن هامش مؤتمر المياه موضوع الواقع الموارد المائيه العراقيه والانهار العراقيه المشتركه. زين هو اكو قانون دولي مثلا يلزم تركيا انه تنطي هذه النسبه الى العراق. انا اعتقد انه اكو قانون دولي بخصوص منسوب المياه او المياه انه كل بلد حقه هالقد ولازم كل دوله انه هي
تضبط امورها وتتكفل انه تفتح هالقد. نعم. نعم هذا القانون الدولي، هاي الامور الدوليه احنا هم باشرنا بيها. اذا تركيا عاندت وقالت والله احنا ما نفتح المي، ممكن نباشر بامور دوليه؟ ملف التفاوض على المياه ملف سيادي بجانب فني وجانب اخلاقي وجانب اجتماعي وجانب سياسي وجانب امني وجانب اقتصادي وجانب دراسي. وزاره الموارد المائيه تدير الجانب الفني من هذا الملف الكبير. اللي يحكم بين تركيا والعراق وايران والعراق وسوريا والعراق كدول جوار مائي هي المعاهدات والاتفاقيات المشتركه. الحكومات العراقيه المتعاقبه جميعها منذ تاسيس الدوله 2021 يعني لم تتوفق باقناع هذه الدول ب يعني توقيع اتفاقيات من اجل قسمة هذه المياه ضمن حقوق العراق التاريخيه بنهري دجله والفرات. هذا جانب. الجانب الاخر، هذه الدول نفذت خصوصا تركيا نفذت مشاريع سدود عملاقه دون ياخذ نظر اثار حقوق تاريخ العراق دجله والفرات. مو بس مشاريع، غيروا مسارات بعض الانهر، جزء من هذا غير مساره، وحتى من الفرات. يعني ما دام احنا ما عندنا اتفاقيه ملزمه مع هذه الدول تبقى سبل التواصل معهم مرتبطه بتنسيق العلاقات. زين. اعتقد الان المناخ السياسي بالعراق وبتركيا مناسب وملائم لدفع هذا الملف الى ابعد مستوى. زين. اخر سؤال اللي هو اعتقد كل الناس تساله، حتى احنا بالاعلام نساله، خلينا نعرف هل ممكن انه هذا يصير، ممكن يفيدنا، يفيد الانهر العراقيه؟ سؤال اللي هو دائما ما يتكرر، احنا نقدر نبني سدود او ليش ما نبني سدود ونستفيد من المي؟ وليش مخلين المي يروح الى شط العرب وينخبط بالمي المالح؟ ونقدر احنا نسوي نبني فد محطات تحليه قرب الخليج ممكن نستفاد من المي؟ اتمنى تجاوب الساده المشاهدين على هذا السؤال. بالنسبه لمحطات تحليه هذه ما يصير خلط، يعني محطات تحليه هي مرتبطه بالماء الاساله والماء النقي اللي يضخ الى المحلات التكنيه والمواصلات. موضوع السدود فيما يخص الموارد المائيه، هذا تتكلم عن المياه الخام. العراق عنده مشكله بالايرادات، ما عنده مشكله بالخزن. احنا الان السدود مالتنا نوعا ما فارغه، البحيرات الخزن نوعا ما بها طراز خزني كبير، فما عندنا مشكله بالخزن، عندنا مشكله بالايرادات المائيه. يعني العراق حاليا لسنوات قليله ما يحتاج سد، لانه اساسا هو ماكو ايرادات ما حتى يخزنها. اما التصريح مال او المعلومه ان الذهاب الى الخليج ليس بهذا المعنى، هنالك كميه مناسبه تذهب الى الخليج لسان الملحي والحفاظ على نوعيه ومستوى معين من مياه شط العرب. هذا الموضوع. ايضا الوزاره ضمن هذا الاطار يعني حاليا عندنا شركه استشاريه دارج نناقش معها موضوع بناء تطابق مياه شط العرب. يعني راح تقرر الشركه نبني السد او ما نبني، واذا نبني السد في اي مكان يتم بناء هذا السد. نعم. زين. دكتور يعني انا اسف قلت لك اخر سؤال، بس تعرف يعني اثناء الحديث تجي توردني هواي اسئله. احنا طبعا هذا الموضوع مهم، احنا ممكن نستفيد او نستفاد من خلال بعد الوفد اللي راح يروح بتركيا بعد ما يفتحون المياه، راح نستفاد احنا من هذا الموضوع؟ ممكن احنا نستغله للصالح العام العراقي؟ ممكن الانهر، ممكن المحافظات، وايضا مثل ما قلت انت احنا ما عندنا مشكله بالخزن بس عندنا مشاكل اخرى، بس احنا راح نستفيد من هذا من هاي الرحله اللي راح نروح بيها الى تركيا لو نرجع خالي الوفاض؟ استاذ العزيز، يعني ملف المياه على التفاوض هو ملف سيادي مرتبط باعلى مؤسسات حكوميه واعلى شخصيات واعلى زين قيادات في الدوله. هذا جانب. الجانب الاخر التفاوض بالتفاوض على المياه بمعطيين اساسيه او عاملين اساسيه، هو المصالح المشتركه ومعطياتها والجغرافيا المشتركه ومعطياتها. احنا يفترض كتفاوض على مستوى سياده الدوله نتفاوض مع الاتراك او مع الايرانيين او مع السوريين بمفردتين مهمه، الجغرافيا ومعطياتها اللي مرتبطه بالامن والاقتصاد والمصير المشترك، ونتفاوض على المصالح المشتركه اللي مرتبطه بمصلحة البلدين فيما يخص التعاون بينهما على المياه أحد هذه المجالات. حتى الجانب الأمني مرتبط بالمياه. مثلا يعني أكيد جنابكم إن شاء الله يعرفون الأمن المائي هو أحد أهم مقومات الأمن الوطني. أكيد للدولة. صحيح. نعم. دكتور خالد شمال، شكرا جزيلا لك، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، شكرا على هذه الإيضاحات المهمة اللي احنا ردنا نبينها ونوضحها من خلال وزارة الموارد المائية للشعب العراقي اللي دائما ما يتسائل ليش
نهر دجلة جيف، ليش ما تركيا تفتح السدود؟ ليش ما احنا نبني سدود؟ وغيرها من الأمور اللي دائما ما تتكرر. خليني أواصل موضوعي وخلي نشوف تعليقات المواطنين بعد ما شافوا هذه الصور وهذه الفيديوهات اللي انتشرت بصورة كبيرة. وليدي يقول نطالب الجهات المختصة بإنشاء ملعب في هذا المكان. والله يا وليد يقول لك ما أعرف، إحنا العراقيين نسخر ونصنع نكتة حتى من القهر، ما أعرف ليش. إن شاء الله نبني لك ملعب وليد. أنور يقول القيامة على أبواب، نسأل الله العافية. أنور صباح. أما أسامة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يقطع المياه عن بلاد الحبيبة. فعلا حسبي الله ونعم الوكيل. وسامي يقول كل هاي الأمطار بالأشهر راحت والنهر جاف قبل فصل الصيف. والله ليستر. أنا ما أعرف هسه دكتور خالد تحدث قال إنه إحنا ما عندنا مشكلة بالخزن، يعني إحنا خازنين كمية من المياه، بس مشاكلنا إنه والله محافظة تتجاوز على الأخرى، والله مشاكل أخرى ما أعرف يعني مع الأسف. على راسم يقول تفضل عمي، محطة تحلية لمياه البحر نصبوها على الخليج، يقول ما تنفعنا. حيدر يقول يجب استغلال هكذا أوقات وبناء سدود عملاقة والسيطرة على المياه وجمع مياه الأمطار. هذه كانت ردود أفعال الناس حول موضوعنا الأول اللي هو موضوع نهر دجلة اللي جف اللي يبس مع الأسف. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، مثل ما قلت لكم وذكرت قبل قليل أثناء التحدث عن موضوع المياه اللي قطعتها تركيا، وقلنا انه العراق دائما يساعد. نائب لبناني شو يقول؟ توقع شو يقول؟ يقول لولا مكرمة العراق بالوقود لعاش لبنان في الظلام. لولا مكرمة العراق في الوقود لعاش لبنان في الظلام. اني يسولفوا لي أصدقائي مرات يروح البيروت، هذا اللي يروح سياحة، هذا اللي يروح علاج وغيره غيره، يقولون بيروت يعني بالأربعة بالخمسة العصر بعد ما كهرباء، ما أعرف يعني، بس الفنادق الفايف ستار أو المجمعات السكنية اللي مصروف عليها، وهذا بيروت ما بيها كهرباء زين. فحتى هاي الكهرباء اللي جاي تجي البيروت هي من الوقود اللي تزودها دائما الحكومة العراقية للحكومة اللبنانية. يعني شوفوا قبل شوية طلعنا موضوع ان تركيا قاطعة المي علينا وهي دولة جارة، وبنفس الوقت احنا نساعد لبنان لان حتى ما يعيشون بظلام، ساعدهم بالوقود. يعني احنا ليش بلد يساعد بس ما حد يساعده؟ جبنا عمرنا من زمان نساعد بس ما حد يساعدنا، خاصة في هذه المواضيع موضوع المياه. نشوف احنا اذا صارت كارثة في سوريا مباشرة العراق ساهم، في تركيا العراق ساهم، في لبنان العراق ساهم، بس ما اعرف ليش ما حد يساهم من العراق يصير بفد حدث او مشكلة او ظرف. انا ما اعرف بهذا الموضوع اثناء ما اقرب التعليقات بارحة حول هذا الموضوع استوقفني تعليق، ما أعرف أنا ما أخذه بالحلقة ولا، يقول لبنان قطعة البصل علينا، يعني هم كانت تصدر لنا بصل قطعة يعني هسه أنت ضايج على البصل، ما ضايج من النهر جيف يا أخوي؟ البصل زين هسه مو إحنا نزرع وجاي نحكي ونقول يابا عندنا أرض خصبة، أرض السواد، احنا اللي كل شبر بالعراق بخيرات زين، ليش ما احنا نزرع البصل، احنا نزرع الطماطم، احنا نزرع الخيار، ليش همينا نستورد؟ وهذه رسالة الى وزير الزراعة، اتمنى من معاليك انه نسد حاجة العراق من كل الخضروات والامور اللي ممكن احنا نستوردها، لا خلي احنا ما نستورد، احنا نزرعها هنا زين، الفاكهة الخضروات كل شيء. وأيضا أكو أسعار، يعني ما أعرف يعني لازم الوزارة تشوف هذا الموضوع، يعني مثلا هو ينزرع بالعراق
يعني ماكو قمرق نقل استيراد، ماكو، وين زرع بالعراق ويجيك مثلا سعره غالي، يعني مثلا كيلو الليمون ب 8000 انا سمعت ما ادري ايش قد، هو وين زرع عندنا زين؟ لو مثل الشمل اللي ذاك يوم اخذناه بموضوعنا وصل 100,000 الكيلو لحم الفقراء، لا يابا لحم الفقراء، خوب اشتري كيلو لحم ب 16 ب 18000 زين، بمكان ما اشتري شمه بهذا السعر زين. فما اعرف سعفنا موضوع الشمه سوى ما حد، لا انه لا حد يصرف عليه مي، لا هو من الله سبحانه وتعالى من تمطر يطلع. فاتمنى من معالي وزير الزراعه يتابع هذا الموضوع، وايضا يحث كل يشوف الفلاحين المزارعين شنو يحتاجون، يوفر لهم اللي عدد ما ادري كم الف دونه من اللي عنده. احنا لازم نزرع، احنا لازم نسد حاجه العراق، نقوم احنا نصدر، ليش احنا بعد نستورد؟ كافي، احنا اليوم دينا بدل البلد يوقف على رجليه من جديد، شلون واحد ينكت التراب وقام بعد ما مر بعاصفه قويه من المشاكل والظروف والارهاب والقهر. اليوم احنا لازم كل شيء بدينا نسوي. خلينا نشوف، نتابع موضوع تصريح النائب اللبناني يقول لولا مكرمة العراق بالوقود لعاش لبنان في الظلام. علي عيسى، اي والله انا ما اخذ التعليق، علي عيسى يقول وانتم تقطعون علينا البصل بشرفكم هذا جزاء الاحسان. الله اكبر، اي والله يعني احنا ما مخلين بيروت تصير ظلمه، تقطعون البصل علي عيسى ضاج، علي عيسى يريد بصل. يقول ابو منتظر يقول بالنتيجه حتى شكرا ماكو، مثل ما صارت قبل بانفجار بيروت ذكروا 27 دوله عدا العراق لم يذكر بالقامه. ها صديقي شو مسوين خويا؟ تبر قلبي صديقي شو مسوي؟ 27 دوله ذاكر وما ذاكر العراق اللي ساعدك، اللي ساعدك بانفجار المرفأ. ليش خويا ليش؟ عوف على صفحه، احنا نساعدك. وهاي والله ما ادري انا بهاي القائمه اذا فعلا ما ذكروا العراق، فاحنا المهم نساعد، نساعد، احنا نسوي خير. يقول محمد المولى يقول لبنان يستاهل كل خير، مع الاسف يصل لهذه المرحله. بس ما نقول كريم بالكرم معروف، انا جاوبك وحائر شرده وصفنك. كريم بالكرم معروف يقول بسمان، تحياتي لك يا بسمان، كريم بالكرم معروف. يقول منيع الجودي منيع، هذا يمكن جزائر، اللي نخلي على من الجزائر. يقول العراق بلد الخير والكرم، مخلي على من العراق. الله، الجودي منيع، الجودي او الجودي منيع، يقول العراق بلد الخير والكرم. حبيبي والله يعني تدلل، احنا بالخدمه. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع، موضوعنا الثاني اللي هو موضوع الوقود. خلينا ننتقل بسرعه الى موضوعنا الثالث، لان بهوايه سوالف وحكي وبهوايه ناس معترضه وناس تريد تسولف وناس عيني. يقول لك دراسه، شو تقول هاي الدراسه؟ احتمالية، خلينا أسولف وياكم كل وضوح. يقول لك دراسة احتمالية وفاة الأعزب بقصور القلب يزيد بمقدار الضعف عن المتزوج. أول شيء هاي الدراسة يعني هسه المفروض شنو أخاف لو أرجف شو أسوي؟ زين ما شاء الله انا رجال ما متزوج، وبالكنترول عندنا مجموعه ما متزوجين، شلون هسه شلون يعني؟ شلون؟ يعني هسه هاي بشاره جاي تبشر، والله عاندكم وما تزوج، شنو يعني انت جاي تبشرنا؟ ماكو هيك شيء والله العظيم. زين؟ دراسه وتعبانين عليها، هاي الدراسه من يسويها؟ منو مسويها؟ هذا انا متاكد خرج روضه. شنو تردون احنا تردون تجبرونا يا بل او شنو؟ غير نفتهم؟ شنو احتمالية وفاة الأعزب بقصور؟ لا عمي المتزوج، عسى تقول لي شلون؟
مشاكل الزوجية، وخاصة من تزيد المدة، والجاهل ما ادري ايش سوى، ويجي الظهر تعبان الاطفال يسوون وكاحة لو ما مسوي غدا، لو من نايصر قصور القلب. احنا ما لنا شغل، خلينا نشوف الموضوع تفاصيله وايضا ردود افعال الناس. يقول دراسة امريكية احتمالية وفاة الاعزب بقصور القلب يزيد بمقدار الضعف عن المتزوج. تقول فوزات فهد: هذه في حالة إذا كان المتزوج سعيدا، أما إذا كان الزواج تعيس فالوفاة تكون أضعاف. هذا الحكي المضبوط، لا تجيبون طارينة، ما جايبين طاريكم، مفهوم؟ أحمد يقول: زوجوني لا أشبيك يا أحمد، أشبيك يا أحمد، الزم نفسك خوي، ترى 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 عادي، يعني يجوز يجوز العكس، الزم نفسك خوي يا حمودي. أحمد قاسم: زوجوني لا أحرق روحي، الزم نفسك خوي، شنو السالفة؟ لا تفضحنا، خلينا احنا فريق، هذا فريق واحد، وفريق المتزوجين واحد. حمودي زم روحك، فضحتنا خوي. يقول عامر: ما شفت أعزب مات بجلطة، كل اللي ينجلطون هم متزوجين. عمي شنو هاي الدراسة بتشي والله العظيم، شنو هاي التعليقات؟ يقول ما شفت أعزب مات بجلطة، بس المتزوجين. هذا الموضوع راح يسوي لنا مشكلة، أنا متأكد هذا الموضوع راح يسوي لنا مشكلة. يقول عبد القادر: أكيد اللي مسوي هاي الدراسة متخرج من كلية أهلية. أما مصطفى يقول: المتزوج هو اللي عنده قصور بالقلب، هو اللي عنده سكر، هو اللي عنده مشاكل بالدماغ وكثرة في التفكير وكساح في القدمين وتساقط للش... شنو شكو؟ شنو السالفة عمي؟ شكو؟ ترى عادي يعني. بعكس الأعزب الذي فهم الحياة صح هو مرتاح جدا. لذلك أؤكد بأن الدراسات تمثلت وتهذري والسخرية واضحة. حبيبي مصطفى أنا متأكد أول ما تشوف بنت حلال تعجبك تروح ركض تتزوج، خذها مني. هذا كان آخر تعليق بخصوص آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، فقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. يقول لك بلاد الإنسانية وهاي الأمور دائما ما نتحدث عنها. هذا واحد طالب حلو بالدنمارك، قالهم يابا المتحولين ما يصير يدخلون او يستخدمون الحمامات اللي خاصه بالنساء لان هو متحول، فبالتالي ما يصير. شوف ايش سوى بيه الشرطه، القوا القبض عليه وراحوا الناس تصفق لهم، وهاي القوا القبض عليه لمجرد انه اعطى رايه بانه يابا ما يصير المتحول يدخل يستخدم الحمامات الخاصة بالنساء، هذا متحول. زين اعتبروه مجرم وقيود بينما هم يدارون على الجريمة الحقيقية. يعني هي هو الله سبحانه وتعالى، هي فطرة الإنسان ذكر وأنثى. هذا سووه، تفضل عزيزي تفضل، وياي أستاذ علاء وياي تفضل، شوف شلون وياي احنا مخرجنا اسمه نورس، وياي استاذ نورس تفضل تفضل، شوف شوف. زين راحوا وجابوا له قيود وكلبشات وما اعرف شنو هذا، والله شنو، لانه قال رايه. زين وين جماعه الديمقراطيه وحريه الراي وحقوق الانسان؟ وهاي هي الدنمارك وهاي الدول، ماكو بلاد الحريه والانسانيه والديمقراطيه. سلم لي سلم لي، كل هاي خدع يضحكون بيها على الناس، لا اكثر ولا اقل، لا انسانيه ولا حقوق انسان ولا مدري شنو ولا بالك عني، كلها كلاوات بكلاوات، الله وكيلك. خلينا نشوف التعليقات. زين يطلع مثلا يقول لك ها والله حقوق الحيوان ويدافعون ويسوون مؤتمرات. زين هو يقتل بالمسلمين، والله شنو انت مسلم؟ العدو غير انسان، انت ذا الحيوان، انت اجلكم الله الحيوان انه انت تسوي له حقوق حيوان وتدافع له، وانت تروح
تقتل لك إنسان والله مسلم. يقول هذا الكفو ابن الكفو، أخ مخلي لي موجي تصفيق، صدق كفو ابن كفو، هذا شون كلمة الحق عند سلطان انجار، هذا صدق قالها كلمة الحق. محمد يقول قانوني يشجع على الفساد، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الحمد لله على نعمة الإسلام. أي والله. زينب تقول لا إله إلا الله، رغم هاي الدول كانت قمة الرقي والثقافة، وين يا رقي يا ثقافة، هم أخذوا الرقي والثقافة من عندنا وبعدين ضافوا مالاتهم. عم إحنا الرقي والثقافة، إحنا البلاد المسلمة، إحنا اللي نعلم الناس الإنسانية. أقول بكم إن شاء الله أنا جيت شفت هاي بالغير العراق ماكو بلد كريم يعلم يثقف ويساعد، أنا ممكن أتعنصر البلدي بس غير العراق بلد. أخ يقول غسان صار الفكر الإنساني السليم عندهم مرفوض، والترويج للشذوذ وصل أقصى مراحله، يحاولون بكل الطرق يفسدون فطرة الإنسان، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متمم نوره ولو كره الكافرون. ماجي أسعد، أو هو يجوز اسمه ماجد بس هو مسوي له نكنيم، يقول والله كلامه صحيح، المتحولين هم ذكور فكيف يدخلون إلى حمامات النساء، يعني يدخلون بطريقة أكثر من سهلة، هذا لا يجوز. كلام الطالب صح، هسه عرفت كلام الطالب صحيح، صار لنا ساعة ايش نحكي خويا، وين كنت؟ هذا كان آخر تعليق بخصوص الفيديو الأول اللي يظهر به مجموعة من الشرطة يلقون القبض على طالب لأنه قال رأيه، قال ما يصير المتحولين يدخلون حمامات النساء. الفيديو الثاني أيضا في بلاد الإنسانية بس المرة وين؟ بأمريكا. معلمة، ها صدق مدرساتنا ومعلماتنا الأفاضل، دير بالك بعد من عين طالب يلعب طوبة بالصف، هاي المعلمة من عند هذا الطالب الأمريكي أنه يلعب طوبة بالصف يعني كرة قدم بين قوسين، شوف ايش سوى بيها. انا اللي قاهرني بالموضوع تدرون شنو؟ هذاك اللي جاي يتمشى، على كيف جاي يتمشى وهذا وقع للمدرسة دق شلاليق بوكسيات ونايم ويضرب فوقها، وذاك اللي جاي يتمشى على كيف، شوفه شلون جاي يتمشى على كيف، بعدين ها شوية سرع ولك اجي ركض وصنطب شلاق شنو هاي؟ والله من عته انه يلعب كرة قدم في الصف، طلع عليها لحقها للش اسمه للساحة مال المدرسة، راح نفذ عليها، يمكن قتلها لانه وقعت ماكو نفس. ها شوفه شلون طالب هو، شوفه لك عمها، شو معلميك اهلك؟ معلميك انسانية شنو هاي؟ معلميك حقوق الإنسان أهلك لو شنو؟ هاي البلدان اللي دائما ما ننخدع بيها تجمل صورتها بالأفلام وبالمسلسلات وبهوليود وبالهذا، تجمل صورتها بينما هي هذا واقعها يعني هذا واقعها الطبيعي، وهي تجمل بنفسها تصرف مليارات الدولارات على أفلام وعلى المسلسلات، زين مئات القنوات مئات المنصات، وشوف هاي حقيقتها ترى، هم يجملون. لا والكاتن بالموضوع مثلا حالات الشذوذ الجنسية مثلا بالأفلام يجملوها ويسووها فتشي وإنساني وما أعرف شنو، ويا إيموشنو نغمة حزينة موسيقى، بينما مو واقعهم هذا واقعهم مع الأسف. هاي تصير عندنا مثلا، أكو طالب عندنا سواء صغير أو كبير يستجري يسوي هيك بمدرسة؟ خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. هذا الطفل هسه يطب للسجن، ايش قد عمره؟ هو 16 14 سنة، راح يطب للسجن يطلع حرامي يصير لو قاتل، ايضا حكم. سلمى العويدي تقول
المشهد فيه شيء غير منطقي، المعلمة منعت الطالب من اللعب داخل الصف، يعني عمره لا يتجاوز 13 في أقصى احتمال، وهذا في الفيديو رجل وين رجل تشفتي هو هيك بس، وغير طفل مبين، فكيف نصدق هذا الخبر؟ ترى ما مجبورة تصدقين، ما مجبورة. الحمد لله رغم كل مصائبنا لا زالت بعض القيم تحمي مجتمعنا ومدارسنا وشبابنا، ولا زالت النخوة والمروءة فينا. اي طبعا هم مئلهم ذولة. ايوشة تقول بعد ما احكي مع الطلاب ابد، التوبة ايوشة ضارتي معلمة، دير باش تحكي بعد الطلاب، طوبة خليه يلعب، هوسة خليه يسوي، وكاحة بالصف عادي سوي تشتريك يسوي. حيدر يقول شوف هذا شلون يباوع، عمي ماكو مثل الفزعة العراقية، لا والله بكل العالم. استذكرني او استذكرتني سالفة مرة سولف لي ولد صديقي كان مدرس في السويد، يقول كان اكو طالب نعتني بكلام عنصري، وهو كان يدرس يعني بمدرسة، نعتني بكلام عنصري وما اعرف شنو، توعدني وهددني، يقول مجرد انه انا وبخته فصلوني من المدرسة، نعته بكلام عنصري ومهدده بالقتل وما اعرف شنو وبعد الدوام وهيك اسوي بيك، يقول مجرد انه وبخته وطردته خارج الصف طردوني من المدرسة. هاي بالسويد. علي يقول الفريق انهم تعاملوا مع الفريق الغريب، بس شنو كاتب بالفايا حبيبي؟ يقول الغريب انهم تعاملوا مع الطالب بكل رقه وحنان، ولا واحد ضربه او منع زين. اي بالله. اما سما اخر تعليق تقول يمه بعد حتى طابه داخل الصف خليهم يلعبون، وانا اصير حارس مرمى. ماتت المعلمه يمكن صير حارس مرمى، صير حارس مرمى يا اخوي، ولا تمنعين الطلاب انه يمارسون كره القدم بالصف، لان هيك يصير بيهم. هذا كان الفيديو منين؟ من امريكا، من البلاد الانسانيه. هذا الفيديو اللي جاينا منين؟ هذا على سواحل اندونيسيا، سفينه باخره تبحر، ظهرت في كاميرات المراقبة امرأة اجتي على جنطتها، فجأة اجى من وراها زوجها شالها في منظر يدعو الى الحنان والحب والرومانسية، وراها شمرها بالبحر. شالها في منظر، انا قلت راح من الرومانسية، انا عبالي شوف المنظر ذهب بالبحر بعدين. لو هاي شنو هاي؟ هاي ترى غير شغله. شوف 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 شالها حملها، الله منظر حلو. طب لاحظ عزيزي وياي استاذ نورس، خليك وياي استاذ نورس، شوف شلون باوع، شوف شلون شمرها بالبحر. لا عاد ايش قد مضوجته، ايش قد حاره، ايش قد مبزعته بالحياه، مثل ما تشوف. شوف والله العبالي منظر رومانسي، راح يشيلها يسوي لها مفاجأة، شالها وذهب بالبحر. الحمد لله احنا ليش نضحك هاي؟ لأن نقذوها الخفر السواحل ما أعرف اللي موجودين بالباخرة بالسفينة، نقذوها وهي على قيد الحياة الحمد لله والشكر، وزوجها هذا دخل لي السجن. بس أنت شوف لي الفيديو، شوف لي يا أخي شنو هاي؟ شال هذا تشاقى وياها، تختبرها تعرف تسبح لو لا، شنو السالفة؟ ماكو شيء، شالها بهدوء وخلى ذب الجنطة، وشوف شلون، شوف باوع، تفرج يلا باوع. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. فيديو تقول هما 88، هسه انت شو اسمك؟ هيام، هبة، ومختصرة هما. المهم هما تقول هم زين نقذوها خطية، لا بالخدمة اخويا، نقذها وزين.
9.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 9
شنو السالفة؟ شوف شوف اليوزر لا سامي تقول ويقول لك الزواج ستر صديق ستر يعني على الحالة هاي ستر سوسة 64 تقول بأس اريد اعرف شو مسويت له والله يا اخوي اذا تعرفين شو مسويت له فانا هم اريد اعرف لان هذا الموضوع كارثي انا هم اريد اعرف شو مسويت له لان كل هذا اللي سواه ما ادري شالها بمنظر رومانسي ذبها بالبحر ام حيدر تقول اكيد يريد يبيع ذهبها وما ترضى ما اكو مثل المرأة العراقية يبيع ذهبها قابلة يبيع غراضها قابلة يبيع الشرباية الغرفة ما النوم قابلة ما اكو الحصيرة فانا ادعو انه الدراسة اللي طلعت بالبداية ادعوكم انه تتزوجون ما لكم دخل كمل نص دينك بس كون انت متمكن وتقدر توفر حياة كريمة اخر تعليق يقول من ام سي 54 اس يقول وضعي من ابوي يعلمني سباحة من ابوي علمني سباحة صدق انا هسه تذكرت من علمونا السباحة جيبوا ذب بالمسبح جيبوا مسبحة لحد انا اتذكره جيبوا ذب يا ابا معود انزل بعد انت تتعلم انزل يا خربانه خربانه صدق هذا الوضع هذا كان اخر تعليق بخصوص اخر فيديو في حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام وصلنا الى الختام حتى التقيكم في الحلقه القادمه قلكم في مال الله